سنة الماضية كنا هون بالمخيم كنا نفطر بيض مسلوق. وشو كنتوا تتسحروا؟ يعني ما كنا نتسحر كثير، بعض الأيام كنا نتسحر بعض ما كنا نتسحر. ليش؟ لأنه ما في أكل. إحنا إلنا سنتين جايين ثلاث سنين هون، يعني عايشين. نروح نشتغل بالخضرة نجيب ناكل، ما نجيب ما ناكل. هلا ما في عنا شيء خالص نهائيا. من السحر لبن، زيتون، ونفطر يعني بطاطا. ما في ناكل لا فواكه، لا في ناكل تفاح، لا في ناكل مردغان، ما في هذا منه خالص. اولادنا يوم يطلبوا بدهم حلاوه. ها طلعي بقول لك حلاوه بدي. هاي الكنكه هاي حدا بياكلها؟ نحن من الجوع من جبرين ناكل، وشو بدنا نعمل يعني؟ ما في ام بترضى على حالها انها تعيش مثل عيشتي. ما في ام بترضى على حالها انها تعيش ولادها مثل عيشت ولادي. يعني الفرق بيني وبينها انه انا عايشه يعني بخيمه وهي عايشه ببيت.